كيفية استخدام قائمة تطبيق تيمز. كلمة تيم تعني مجموعة أو فريق. في هذه المجموعة يمكنك إرسال رسائل لكل شخص في المجموعة عبر زر بوستس. في هذه المجموعة يمكنك مشاركة ملفات عبر زر فايل. اضغط على زر تيمز في شريط الأدوات، سترى فريقين تيمز. الأول هو لدعم الطالب Student Support، وهذا موجود لدى كل الطلاب. الثاني هو باسم الصف Class، فقط صفك هو الذي سيكون لديه هذه المجموعة. حتى يمكنك رؤية المجموعة أو الفريق Team، اضغط على زر General. مجموعة أو فريق الصف Class Teams، قسم المنشورات والملفات. المنشورات Posts، يمكنك رؤية الرسائل المرسلة إلى كل الصف. هي مثل لوح الملاحظات الموجود عادة في الصف. رابط الزوم للصف سيكون في هذا المكان. يمكنك أيضا كتابة رسائل إلى كل الصف ضمن هذه المجموعة. اضغط على زر تأليف Compose، ثم اكتب الرسالة، وعندما تنتهي اضغط على زر إرسال. يمكنك أن ترد على المنشورات Posts عبر الضغط على زر الإجابة Reply، ثم اكتب الرسالة، وعندما تنتهي اضغط على زر إرسال Send. الملفات Files، اضغط على زر الملفات Files الموجود في أعلى الشاشة. هناك يمكنك أن ترى كل الملفات الخاصة بصفك. ربما لا يكون لديك رسائل بعد. يمكنك إضافة ملفات للمجموعة بضغط زر الإضافة على شكل إشارة جمع، ثم اضغط تحميل Upload، ثم اختار ملفك، وبذلك سيتم تحميل ملفك، وكل شخص في الصف موجود معك سيتمكن من رؤية ملفك. مجموعة أو فريق دعم الطلاب Student Support Team. إذا كنت ترغب بالحصول على المساعدة، يمكنك الطلب عبر هذا الفريق الذي يسمى Student Support. الأستاذ سيساعدك حالما يمكنه ذلك. يمكنك أيضا نشر وظائفك، يتم بنفس الطريقة التي وصفناها في فريق أو مجموعة الصف Class Teams. يمكنك أن تجد فيديوهات وملفات لتساعدك في قائمة الملفات Files. تذكر، كل شيء تنشره ضمن قائمة Teams سيكون متوفر لكل شخص ليراه، لذلك فكر قبل أن تنشر ضمن